السلام عليكم. ناخد مع بعض حل اكزام تاني. بيقول لك car of mass 1500 كيلوغرام، mass equal 1500 كيلوغرام moves from rest vi equal 0 by uniform acceleration ال a ب a and its velocity reached 20 meter per second vf equal 20 meter per second during 4 seconds. خلال time قد ايه؟ 4 seconds. So what is the affecting resultant force on the car؟ عايز يعرف ال F. حاجة بسيطة جدا، معانا الماس يبقى أنا كده محتاج أجيب مين؟ ال acceleration. ال acceleration since إن ال A عبارة عن ال VF minus VI over T يعني minus 0 over 4 يعني فيها 5 meter per second square. يبقى انا لو طلبت منك 0.4 ال F، لو عايز اجيب ال F اللي هي عبارة عن ال M by ال A 1500 times 5 اهي 1500 by 5 بالظبط 7500 نيوتن. ادي نمبر 1. question 2 بيقول لك an airplane descend نازلة runway، ادي airplane اهي، وادي runway descend يعني نازلة كده، السرعة بتاعتها عمالة سرعتها بتقل on a runway and its velocity decreases gradually. تمام، so the direction of the momentum of its in the same direction. same direction of mean هل في الاكسلريشن؟ طب هو قانون المومنتم عبارة عن مين؟ mass by velocity. الماس scalar quantity ملوش direction أصلا، يبقى أكيد direction بتاعة المومنتم مع direction بتاعة ال velocity، يبقى so the direction مين؟ الاكسيشن لا، فريكشن لا، جرافيتيشنال ولا هي مين؟ الفلوستي، عشان المومنتم ديبينس على مين؟ على الفلوستي. نمبر 3 بيقول لك a force of 1 newton acts on a wooden cube whose mass is m1 and it gains an acceleration a and when the same force acts on another cube whose mass m2 it gains an acceleration 4a. يعني اقدر اقول ان ال a1 a وال a2 equal 4a وال m1 ب m1 وال m2 ب m2 متسجله زي ما هي. So what is the ratio between the first mass and the second to the second mass? Since ان الماس بنشرح سؤال كان اول مره inverse مع acceleration، يعني قلنا m1 over m2 equal a2 over ال a1. ال A2 4A over ال A1 ب A، A مع ال A يبقى equal 4 over 1. دي كده number 3. 4 when a net constant force، خلي بالك constant force acts on a static body has fixed mass the body هل still static؟ استحالة. and service وانا هنا بأثر عليه ب F، بس ال F دي مالها constant ثابتة، يعني مثلا 10 نيوتن، مثلا for example 20 نيوتن 30 نيوتن أي كان الرقم، ساعتها الجسم ده لازم يتحرك. طب والماس بتاعته constant، قال لك بقى moves by uniform velocity، ما هيمشي بسرعة ثابتة ازاي؟ شباب مش ال F عبارة عن ال M by ال A؟ ولو انت uniform velocity يبقى ال A بزيرو، يبقى ساعتها مفيش force، فدي ما تنفعش. moves by uniform acceleration طالما ده يونيفورم اللي هي كونستنت، يبقى والماس كده كده كونستنت، يبقى الاكسلريشن تبقى يونيفورم، دي الاجابه الصح. طب موز باي بوزيتيف اكسلريشن، ما اعرفش هو بيتحرك بمين؟ يونيفورم فيلوستي، لا سوري انا اسف، بيتحرك بمين؟ يونيفورم اكسلريشن. دي كده نمبر كام؟ 4 5 بيقول لك a body whose mass is equal to 8 كيلوغرام، mass equal 8 كيلوغرام slides over a rough horizontal surface by a velocity 20 meter per second، يبقى ال VI ب 20 meter per second. If its velocity decreases due to the friction until it stops يبقى ال VF بزيرو. After covering a distance 40 meter، بعد ما مشي distance 40 meter. So what is the frictional force between the body and the surface؟ عايز يعرف ال F. نقول تاني معانا الماس يبقى محتاج اجيب الايه؟
سنس ان انا اقدر اجيب الايه من الثيرد ايكويشن، لان انا ما عنديش غير displacement و velocity 2AD equal VF power 2 minus VI power 2. ادي 2 times ال A انا محتاجها times ال D اللي 40 equal VF ب 0 minus 20 all power 2. يبقى انا لو عايز اجيب ال A هتطلع معانا negative 400 الرقم ده over 2 by 40. اي لازم تطلع بالنيجاتيف، لازم تطلع بمين؟ بالنيجاتيف. هيطلع معانا ادي نيجاتيف 400 over 2 by 40 فيها نيجاتيف 5 متر بير سكند سكوير. يبقى انا عاوز اجيب الفورس عبارة عن ال m times ال a عبارة عن 8 by نيجاتيف 5، يعني فيها نيجاتيف 40 نيوتن. دي نمبر 5. 6 بيقولك زي ان اوف كيلو جرام متر سكند باور نيوتن كيوب از ايكوفالنت تو مين. بص، هو الكيلو جرام دي الماس، متر سكند باور نيوتن كيوب يعني متر بير سكند. انا شايف ان الكيلو جرام ده ماس، شايف ان المتر بير سكند ده في، فهو مين الام في؟ مش ده قانون المومنتم؟ يبقى دي اليونت بتاعت مين؟ المومنتم. حاضر، سينس ان انا معايا الفورس ايكوال المومنتم اوفر تايم، يبقى اقوله therefore المومنتم عبارة عن الفورس باي تايم. يبقى انت لو عايز تجيب يونت، دي اليونت بتاعتها كيلو جرام متر سكند باور نيوتن 1 is equivalent to نيوتن دوت سكند. يبقى المومنتم كانها كيونت، هي قد الاف باي مين؟ باي تي. يبقى نيوتن دوت سكند هي قد الكيلو جرام متر سكند باور نيوتن 1. دي نمبر 6. 7 ball is fixed at the end of a rope whose length is 6 cm. طالما روب ولينث يبقى ده الراديوس بتاع، راديوس 60 سم، يعني by 10 power root 2 0.6 متر دي الار. and moves in a uniform circular motion if the ball covered 2 cycles in 1 second. هات لي البريدكت تايم، تايم اوفر نمبر 2 cycles in 1 second يعني 1 over 2 يعني half second. يبقى البريدك تايم بهاف ال r ب 0.6. قال لك so what is the centripetal acceleration of the ball since ان ال لو تفتكروها مش هي عباره عن v square over ال r، او قلت لكم عليه ال ac equal 4 by square r over t square. ده مين؟ ال centripetal acceleration. يبقى هقول له therefore ال ac equal add ال 4 times ال by square times ال r ب 0.6 over 0.5 whole power 2. هيطلع معانا 94.748 approximately 75 meter per second square. دي كده نمبر 7. 8 بيقول لك if the centripetal force which keeps the balance of the car on a circular horizontal road whose radius is 500 meter يعني ال r 500 متر equal 0.08 of its weight of the car. كل ده بيتكلم على centripetal force بتساوي ده من الويت بتاعت العربية، يعني عايز يقول لك ان ال FC عبارة عن 0.08 من الويت. So what is the maximum speed which keeps the car on the road؟ عايز يعرف ال V. طب انا من هنا استفاد ايه؟ هقول قانون ال M، مش هي ال M ايه؟ عبارة عن 0.08 mg، تمام؟ من سنتيمتر فورس اساسا عباره عن ايه؟ ام سي. طب الام هتروح مع مين؟ مع الام، يعني السنتيمتر اكسرشن بقت بتساوي ايكوال 0.08 باي جرافيتي 10. يعني انا قدرت اطلع ان السنتيمتر اكسرشن 0.08 باي 10 يعني 0.8 متر بير سكند سكوير. ده كده معنى مين؟ ال R معنى ال A. عايز ال V since ان ال AC equal V square over ال R، يبقى therefore ال v square equal ac times ال r. خدنا الروت، خدنا الروت، بقت ال v equal square root ال ac times ال r يعني equal square root 0.8 times ال r اللي هي 500. على الكالكوليتر ادينا 20 متر بير سكند. ده كده نمبر 8. نمبر 9 شباب، معلش نمبر 9 دي غلطة، دي هنا كوارتر، الإجابة كوارتر.
بيقول لك two moons A and B are equal in mass، يبقى ال M A equal ال M B. ماشي. They rotate around the planet ال M capital if the orbital radius of them يعني ال R A equal R R B equal 2 R respectively. The attraction force of planet on moon B is attraction force of moon A. ايه كون الاتراكشن؟ ال F equal G capital M capital M small over R power 2. طب ما انا معاكم G constant وال planet constant والاثنين ال 2 moons قد بعض، يبقى بقت ال F inverse مع ال R square. يبقى لو عاوز تجيب لي ال F of A over F B equal R B power 2 over R A power 2. طب انا اهو ال F A over ال F B equal R A بكام؟ خلينا هنا ال R B كده اهي R B power 2 يعني 4 R power 2 over ال R A بكام؟ ب R power 2. شكرا. ده مع ده هو عايز ال F B، او انا لو عملت cross multiply انا شايف ده كده كله ده equal 4 over 1. انا شايف ان ال F A equal 4 F B. يبقى لو حبيت اجيب ال F B هتبقى هعمل divided 4 يبقى 1 over 4 من ال 4 بتاعت B، يبقى ال F B equal quarter ال 4 بتاعت مين؟ بتاعت B. يبقى ال F اهو the attraction force of planet on moon B is quarter the attraction force of moon mean A. Number 10. An object moves in an uniform circumference by a tangential velocity 10 meter per second. ال V بيتحرك كام؟ ب 10 متر بالس. ماشي. To cover displacement 10 root 2 during quarter هتفرق معانا؟ اه. وانا من هنا لغايه هنا خلال quarter ايه؟ كده انا quarter من هنا لهنا ده الديسبيسمنت بتاعي، ده السنتر، ده كده الراديوس، وده كده مين؟ الراديوس. So the periodic time عايز ال T. طب انا من اللي هو مدهوني ده شباب لو تفتكروا ال displacement بتاعت quarter cycle كانت equal r root 2، ده كان القانون بتاعها. هو مش ال displacement قد ايه؟ قال لك مش 10 root 2 equal r root 2. شكرا. root 2 مع root 2 يبقى ال r equal 10 meters، ده ال radius. يبقى انا كده اكتشفت ان ال radius هنا بكام؟ ب 10 meters. عايز ال predict time since ان ال v عبارة عن 2 by r over t، بقت ال T لو هتعمل cross multiply 2 by R over V. ادي 2 times ال by هو قال لك 22 over 7 times ال radius جبناها ب 10 over ال V ب 10، يعني 10 مع 10 شكرا 2 by 22 44 over 7. ده كده مين؟ ال periodic time. دي number 10. number 11. two poles having equal masses يعني ال M1 equal M2 equal M and the distance between their centers is 2 meter. ال R بينهم ب 2 meter. ماشي. and the attraction force between them is ال F اللي بينهم 6.67 by 10 power negative 9 newton. So what is the mass of each? Since انا عندي قانون ال F equal G M1 دي M2 over R power. طب ما ايه رايك الاثنين دولت ايكوال، يبقى جي ام ام يبقى ام باور 2 اوفر ار باور 2. عوض كده هنقول 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 9 ايكوال جي 6.67 باي 10 باور نيجاتيف 11 تايمز الام باور 2 اوفر الار 2 باور 2 كروس مالتبلاي وشيفت سولف، وهتطلع معاك الام ايكوال 20 كيلوغرام. هو أهم حاجة إن أنا استخدمت القانون ده بالفورس. دي نمبر 11. نمبر 12. Planet has mass equal 4 times the mass of Earth. أه يبقى mass of planet equal 4 times من mass of Earth. And its diameter، diameter بتاعت البلانيت is 4 times the diameter of Earth. وبرضه ال radius بتاع البلانيت equal 4 times من ال radius mean of Earth. So, what is the ratio of the gravitational acceleration
on the earth to the planet. عايز جي on earth لجي of planet. ده الريش اللي هو محتاجه. طب ماشي، على جنب كده، since ان جي عباره عن جي كابيتال ام كابيتال اوفر الار باور 2، خليها ار كابيتال باور 2. مستر جي كونسن، ايوه الام كابيتال كونسن، لا لان دول ده بلانت ويرث. لما تيجي تعمل هنا ريشيو تقول لي جي اوف ايرث اوفر جي اوف بلانت ايكوال ماس اوف ايرث لان ماس اوف بلانت تايمز ار بلانت باور 2 اوفر ار ايرث باور 2. لما اجي اعوض بقى ماس اوف ايرث والماس اوف بلانت، انا هنزل الماس اوف ايرث زي ما هي اوفر الماس اوف بلانت بكام؟ 4 ماس اوف ايرث تايمز الراديوس باور 2، خلي بالك باور 2 يعني انا محتاج اخلي ده كله باور 2 وده اخليه مين؟ باور 2. يعني ار بلانت باور 2 ايكوال 16 من الار ايرث باور 2. يعني حضرتك لما تحب تشيل الار بلانت دي باور 2 هتحط بدلها كام؟ 16 من الار ايرث باور 2 اوفر ار ايرث باور 2، تنزل زي ما هي فين كام بقى؟ عشان نودي ده مع ده نودي ده مع ده، 16 over 4 يدينا 4 over 1، يبقى gravity on earth لل gravity of planet equal mean 4 over 1. ادي نمبر 12. 13 force F acts on a body to move it at displacement D in its direction of motion. عشان كده ال work طلع positive. So the work done will be greater when the angle between the direction of force and displacement. بصوا انا كتبتها لكم قبل كده بالعربي، الورك اهو بيزيد لما الانجل تقل. مش مقتنع؟ جرب جرب كوزاين 45 او فلاش كده. مش الورك عباره عن فورس باي ديسبلسمنت باي كوزاين ثيتا؟ طب ما شو يعتبر الورك دايركتلي مع كوزاين ثيتا، يبقى انا كده كل ما انت عايز مين؟ اعلى ورك، اعلى ورك دان اعلى كوزاين سيتا، مش اعلى سيتا، اعلى كوزاين سيتا. هجرب كوزاين 45 وهجرب كوزاين 30 وهجرب كوزاين 60 وهجرب كوزاين 90، اعلى واحده فيهم هي دي اللي اختار، اكيد هتبقى كوزاين 30. تمام، دي نمبر كام؟ 13. قالك كايت هاز ماس 40 كيلوغرام moves horizontally on a scatting road. ادي ال ماشي. قال لك so what is the work done mean by his weight؟ قلت لكم هو احنا شرحتها في السنتر يا جماعه، الويت بتاعي بيأثر لتحت، ده الويت بتاعي اتجاهه لتحت وانا ماشي كده الديسبلسمنت بتاعتي كده، بين الويت وبين الديسبلسمنت انجل كام؟ 90. يبقى therefore الورك ايكوال force باي displacement او الويت باي displacement باي كوزاين 90. كوزاين 90 بكام؟ بزيرو، فيبقى كله بزيرو. دي نمبر 14. 15 moving body has a kinetic energy that equals 4 times its momentum normally calculate its velocity. السؤال ده بسيط جدا، kinetic equal 4 من المومنتم، عوض كده half m v square equal 4 m v. سؤال خلص، m واحدة m واحدة v مع واحدة v، يعني half v equal 4، يبقى therefore ال v equal 4 over ال half يعني equal 8 meter per second. دي نمبر 15. نمبر 16 which is larger a weight of an object on earth surface or its weight on moon surface. اكيد ال weight on earth greater than ال weight on moon. Why? Because لأن ال gravity on earth greater than ال gravity on moon. عشان ال radius بتاعنا، عشان ال gravity أعلى من ال gravity فال weight أعلى من ال weight. Because تاني لأن ال weight عبارة عن mass by gravity. Since ال gravity أكبر فيبقى ال weight أكبر. وال weight directly مع ال gravity. ده كده إجابة نمبر 16 وده exam نمبر 10 يا شباب.